أوه. طيب بعد لعبت بمصنع 36 وبتلعبوا بدات تلعب في الدوري الممتاز او كنت لسه في الدرجه الاولى وكان ماتشاتكم معظمها على ملعب نادي الترسانه مظبوط الكلام ده بالظبط لا هو ف... هو الماتشات في الدوري الممتاز كانت على نادي الترسانه على نادي الترسانة. لكن الماتشات في الدرجه الاولى لما صعدنا كنا بنلعب في ملعب التصنيع ملعب التصنيع أوه. اللي هو في حلوان أوه. طيب انت وانت بتلعب في الترسانه بدات تحط في رجلك وتقول ان ممكن الناس تشوفني من الترسانه او الاهلي او الزمالك او الاسماعيلي. ايه المباراه اللي انت لعبتها في نادي الترسانه مع فرقه مصنع 36 واسم رمضان السيد بدا يتردد مع الناس. الحقيقه يعني الحمد لله الفتره اللي انا بدات فيها دوري ممتاز وبلعب مع نادي التصنيع وكنا بنلعب مبارياتنا في نادي الترسانه كل مبارياتي كانت يعني يعني ممكن مثلا في النادي الاهلي فترات مثلا اصابه، فترات مش عارف ايه، ما بقاش في لا اه كل مبارياتي كنت ببقى الحمد لله نجمع. المصنع ستة آه. آه. اه كنت ببقى نجم لدرجه آه ان المهندس حسن حلمي رحمه الله عليه رحمه الله عليه طبعا الشخصيه العظيمه طبعا الشخصيه المحترمه آه كان بيجي يتفرج عليا مش بيجي يتفرج على التصنيع ولا على الترسانه هو شاف ماتش فجيه حضر كل ماتشاتي بعد كده يحضر الماتشات كل مباريات التصنيع وده رئيس نادي ونادي آه كبير و وطبعا انا بقول لك من الشخصيات العظيمه الله يرحمه طبعا في تاريخ مصر طبعا في تاريخ الرياضه المصريه طبعا يعني لما لما ده الواحد كان بيترعب من اسمه يعني لا ده انت انا انا حضرت مع الله يرحمه كابتن حسن حلمي لما كان رئيس نادي الزمالك لما كان رئيس الاتحاد المصري لكره القدم لما مسك المشرف العام على المنتخبات اه طبعا طبعا ما انا بقول لك ففف... هو ومحدش كان يحس ان ده زملكاوي ولا ده ولا الكلام لا انا بقول لك عشان كل كده, كده بقول لك شخصيه عظيمه يا كابتن اه والله العظيم الله, الله, الله يرحمه الله يرحمه يحسن ايدي فالمهم انا كل مبارياته اسماعيلي ترسانه كان بيجي لك ما ما اه كان بيجي يتفرج وانت كنت عارف ان هو بيتفرج عليك بعد حوالي رابع مباراه آه نادالي وقال لي يا يعني انت كنت عارف ان هو بيجي يتفرج عليك انت ولا لا حد قال لك قبل كده آه يعني بعد الاربع مباريات دولت هو قال لي حب يقعد معايا يعني جابك بقى جابني وقعد معايا اه قال لي قال لي خلي بالك انا باجي احضر مباريات التصنيع عشانك انت عشان استمتع بالكوره شوف يا اخي شوف والله الجمال والله زي ما بقول لك كده يا كابتن مصطفى شوف الجمال اه قال لي انا باجي احضر عشان استمتع بالكوره واستمتع بادائك أوه. اه, فاحنا هنخلص الموسم ده واحنا عايزينك عايزينك معانا في نادي الزمالك كان سنك كم سنه بقى كان سني أه عشرين سنه 20 يعني سنه يعني استويت بمعنى الكلمه اه 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 20 سنه تقريبا ففعلا رحنا بعد ما خلصنا المباراه رحنا نادي الزمالك نادي الزمالك اه طيب وانت داخل نادي الزمالك ايه اللي دار في ذهنك لا انا يعني كانت امنياتي ان العرض ده يبقى من نادي الاهلي امنيتك امنيتي طبعا يعني انت وانت صغير كنت عشان كده كنت متاثر بصفوه و... اه طبعا طبعا الصفوة وطار الشيخ و محسن صالح وكان في لعيبه وسط مر مختار مختار ح... أحرف جمال احرف لعيبة وسط جمال عبد العظيم جمال عبد العظيم طبعًا. كان نجم كبير جدا 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 طارق الشيخ طاري ومحمد عامر محمد آه عامر محمد عامر محمد بس ال... محمد عامر فلاح خليفه <applause> لا <تصفيق> <تصفيق> هو طبعا محمد عامر لا كان لا محمد يا سلام مهم جدا, جداً كان في لعيبه تيم كوره كان في لعيبه تقيله اه, آه. لعيبه تقيله لا فزي ما بقول لك دخلت مع نادي الزمالك اه دخلت طب هو لما قال لك تعالى نادي الزمالك بعد ماتش من الماتشات اللي انت لعبتها كنت روحت ولا جيت له تاني يوم ورحت معاه ولا مشيت معاه على طول لا انا مشيت معاه على طول بس في حاجه قبل نادي الزمالك انا خلي بالك لعبت منتخب مصر ورحت دوره الالعاب الافريقيه في الجزائر المباراه اللي حصلت فيها مشكله بين آه. مصر والجزائر واحنا لا. انا حتى كان الشيخ طه وكان آه. الكابتن حماده الشرقاوي الشرقاوي رحمه الله آه رحمه الله يعني. عليه وربنا طبعا يمد في عمر الشيخ طه الشخصيه يا رب. الجميله لا الكابتن فالمهم انا رحت المعسكر يا كابتن مصطفى خدوني من وانا كنت في الدرجه الـ الـ يعني انت رحت منتخب مصر وانت في الدرجه الاولى اه 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 وبره الاهلي وبره الزمالك بره الاهلي والزمالك وبعدين لما رحت لقيت مين لقيت حسن شحاته فاروق جعفر سعد صليت مختار مختار محمد عامر طه بصري طه بصري اه طبعا آه الله يرحمه ثابت البطل طبعا ثابت البطل وكان الكابتن محمود الخطيب يعني مجموعة أنا أول ما روحت إيه ما كنتش موجود معاكم أنا ولا إيه؟ لا آه ده <applause> أنت ده, ده, أنت من النجوم العظيمة اللي جت الله يخليك في يا رمضان ربنا يكرمك أفضل أفضل, جناح في أفريقيا لا يا حبيبي الحمد والله لله والله أفضل, أفضل جناح في أفريقيا الله يكرمك وهقول لك حاجة يعني كفاية صناعة الأهداف اللي أنت كنت بتصنعها لا ده فضل الأهلي ومنتخب مصر لا الحمد لله حاجة عظيمة الله حاجة يعني دخلت مع نادي الزمالك آه لا أنا عاوز أكمل دي أه أكمل دي يا كابتن مصطفى ليه؟ لأن أنا لما رحت منتخب مصر تاني يوم تاني تمرين على طول رحت للكابتن حمدان الشيراوي اه قلت له يا كابتن هو انتوا جايبني ليه؟ م. قال لي ليه جايبينك ليه ازاي يا رمضان؟ انت لعيب كويس يا ابني و قلت له يا كابتن كل النجوم دي و... 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 وانا هلعب ازاي؟ اه قال لي بص يا رمضان الشيخ طه لما خدك قال لي انت هتلعب اساسي ما شاء الله والله العظيم يا كابتن مصطفى زغلول صادق قال لي انت هتلعب اساسي قلت له ازاي يا كابتن؟ انا هلعب على حسن شحاته وهلعب طه مصري والخواجه ومش عارف ومختار مختار ومحمد مجموع سعد سليط ومحمد عامر ومجموعة كبيرة جدا آه. كبيرة جدا طبعا كان كان معانا ماهر همام طبعا برضو من ضمن المنتخب فقال لي لا يا رمضان شيل دي من دماغك خالص و... وانت يا ابني اتمرن يعني انت رايح وبعد و... ما بصيت على النجوم دي كتيرة الكتيرة دي قلت ايه؟ هلعب في دول ازاي؟ اه انا قلت يعني انا عن نفسي شخصيتي في التوقيت ده انا هقاتل مع اي حد اقاتل خلاص خدت قرار أجل. اه اه بس انا سالته السؤال ده عشان اعرف يعني هل آه آه انتوا جايبين مكملين مجا... آه كده اه بيه. اه فقال لي لا ده الشيخ طه قال انت هتلعب و... وفعلا آه لعبت الثلاث ماتشات في دورة الالعاب الافريقيه اول مباراه لعبتها مع منتخب مصر وانت لسه ما لعبتش بقى درجه اولى ممتاز آه كانت آه مباراه ايه؟ اول مباراه كانت الجزائر 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 اه الجزائر وكسبنا اه في الجزائر آه. وكسبنا اتعادلنا واحد واحد كابتن محمود الخطيب احرز الهدف والتاني المباراه التانية والمباراه الثانيه كانت آه آه كوت ديفوار والمباراه الثالثه كانت ليبيا اللي حصلت فيها اللي حصل فيها المشكله اللي حصل فيها المشكله